الكابتن الكبير كابتن نصر الدين نابي المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي. مساء الخير يا فندم، واتمنى الصوت يبقى واضح دلوقتي. مساء النور استاذ كريم، اهلا بيك يا فندم. متشكرين جدا بالتواصل مع حضرتكم. انا اتشرف جدا. بدايه بالتاكيد مهمه ثقيله جدا تدريب الجيش الملكي في هذه الفتره بعد نجاحات عظيمه الموسم الماضي. كيف تنظر لنادي الجيش الملكي وماذا سيقدم الجيش الملكي في الموسم الجديد ان شاء الله؟ شكرا. الاقرب للواقع هي مهمه ثقيله كما تفضلت حضرتكم، خصوصا بعد تحقيق الدوري الموسم اللي فات. بصراحه يعني المدرب اللي عنده اراده نجاح ما يخافش يعني من مهمات مثل مهمه تدريب نادي الجيش. طبعا بالنسبه لكل مدرب عربي لما تجي فرصه تدريب نادي عريق مثل الجيش الملكي صعب جدا مهما كانت الظروف باش يرفض. الان يعني المهمه صحيح صعبه، لكن خصوصا في ظل خروج عده ركائز من الفريق. طبعا لازم الواحد يعرف ما هي اهداف الفريق، تحديد اهداف الفريق، ثم لما تكون هناك اهداف هناك اليات هناك استقطاب. يعني لابد ان نكون يعني في كل اهداف نكون واقعيين مع انفسنا. يعني صحيح. اذا كان مواصله اللعب دفاع اللقب او الوصول لاخر مرحله الافضل مرحله في بطوله الابطال عندها متطلبات. كل هدف وكل كل اهداف عندها متطلبات. هل ترى قادر باش توفر المتطلبات هذه؟ ما عند ذلك ما فيش مشكل، لكن لما انت تحط اهداف وما تحطش يعني المتطلبات هناك يقع عدم توازن في الامر. صحيح. الجيش الملكي مشاركه مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم ومعه فرق كبيره طبعا زي الاهلي والوداد في المغرب. هذه البطوله كمان اكيد الجيش الملكي ينظر لها نظره مهمه جدا لعل وعسى يفوز بيها. يعني صحيح، الجيش الملكي هو ممثل الفرق المغربيه، واحنا عارفين مستوى الكره المغربيه ومستوى البطوله المغربيه. ما يمكنش يعني ممثل الكرة المغربية يعني ما يكونش عنده طموح في دوري الأبطال. صحيح. لكن هذا ما يلزموش يكون حبر على ورق، لابد أن يكون فيه عمل يعني باش يكون التمثيل في مستوى الكرة المغربية. صحيح. ومستوى عراقة نادي الجيش الملكي. صحيح صحيح. طيب عايز اسالك بالتاكيد على رضا سليم لاعب الجيش الملكي المنضم حديثا للنادي الاهلي. هو وصل للقاهره منذ ساعات قليلة استعدادا لإعلانه لاعبا في النادي الأهلي. رضا سليم وما قدمه مع نادي الجيش الملكي، ورؤيتك كيف سينجح رضا سليم مع النادي الأهلي؟ والله أول شيء نبارك نادي الأهلي قدوم رضا سليم، ولوم نادي الأهلي لأنهم يعني ما كانتش هدية بالنسبة للشخصي. يعني كل مدرب يعني يدخل الفريق ويكون عنده لاعب في مستوى رضا سليم وبعد يعني يفقد هذا اللاعب، ف يعني حتما ما يكونش المدرب مسرور. حزين يعني. لكن نعم حزين، بتقول انك حزين رحيل رضا سليم عن نادي الجيش. في كرة قدم ما فيش حزن، لكن في واقعية. طبعا كنت رضا سليم كان يمثل تقريبا 30-40% من الشق الهجومي نادي الجيش. لما تفقد لاعب في هذا المستوى فبطبيعة الحال ليس بالأمر الإيجابي، لكن لابد أن تكون عندك حلول أخرى، حلول فردية أو حلول جماعية. صحيح. لكن بارك يعني بصراحة يعني استقطاب أو تعاقد مع رضا سليم، لأنه ما شاء الله عليه يعني قيمة ثابتة وعنده مجال كبير للتطور، خصوصا في فريق مثل النادي الأهلي في
في تاريخ، في امكانيات نادي الاهلي، في مستوى المدرب السويسري، فمجال تطوره باش يكون كبير جدا في المواسم القادمه ان شاء الله. ايه اكتر ما يميز رضا سليم؟ ايه هي الصفات الفنيه الكبيره في رضا سليم؟ والله الحلول الفرديه، لما تكون يعني المباراه مقفوله، ما فيش مساحات، يعني صاحب لاعب صاحب حلول. النوايا هذه من لاعبين قلت جدا في وطننا العربي، وحتى في حتى 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 في اوروبا قلت يعني جدا. فالراعي اللي اذا يعني نظن يعني مستوى المدرب ما شاء الله عارف، يعني عارف مستوى اللاعب وعارف مجال القدره، مجال التطور. انا دائما اركز على مجال التطور. صحيح، لانه خصوصا اللاعب في حد ذاته هو لابد باش تكون عنده قابليه التطور. صحيح، ما يزموش يدخل نادي الاهلي كخلاص نجم داخل، لا، مازال صغير على النجوميه، ويزم يعرف ان نادي الاهلي النجاح في نادي الاهلي صعب مهما كان مستواك. صحيح، لانك في مع لاعبين كبار، ثقافه كبيره جدا، ولابد ان تكون متواضع امام المعرفه، متواضع امام تاريخ نادي الاهلي وكبر نادي الاهلي، متطلبات النجاح في نادي الاهلي. صحيح، لانه جانب النفسي وجانب مهم جدا للنجاح في النادي الاهلي. صحيح، مهما كان مستواك، اذا كان ما فهمتش طبيعه نادي الاهلي ممكن يعني حظوظ النجاح تقل. طيب، لابد ان تفهم تواجدك في نادي الاهلي ومدى ما هي المتطلبات باش تنجح في نادي الاهلي. صحيح. كابتن نصر، كمان عايز اسالك، هي ايه ابرز المراكز اللي ممكن يلعب فيها اللاعب؟ يعني رضا سليم واحد من اللاعبين اللي احنا نعرف عنهم ان هو بيلعب كجناح ايمن، بس هل ممكن له مراكز اخرى ممكن يتوظف فيها؟ زي ما انت قلت هو قابل للتطور، ايه المراكز اللي ممكن يبقى متواجد فيها رضا سليم؟ والله اظن افضل مركز لو تغير في مركزه لربما باش ينقص شويه مستواه. لكن نظن يعني افضل مركز هو يعني المركز اليمين، يعني ومركز اليمين، وبعد يشتغل على اتجاه الدخول نحو المرمى. ده افضل مركز ليه. طيب، سؤالي القادم ليك كابتن نصر، احنا شايفين او سامعين اخبار منذ ايام قليله انه انديه مغربيه بدات تتواصل مع بعض الانديه المصريه للتفاوض على بعض اللاعبين في مصر، هل فكرت او طلبت اي لاعبين من مصر ينضموا للجيش الملكي الفتره اللي جايه؟ والله بالاسماء ما اعطيتش اسماء صراحه، لكن يعني عندنا كوميشن بتاع محللين، يعني بتراقب وتشوف كل الدوريات يعني العربيه والافريقيه. لكن اسم في حد ذاته بالذات يعني ما زلنا ما طلبناش، او ما زلنا ما كانش في تفاهم قطعي على لاعب معين. عندنا يعني توجه لبعض اللاعبين، لكن ما زال ما فماش يعني اتفاق رسمي من طرف جهات اللي يعني اداريا وفنيا في صلب النادي. مفهوم. يعني متابعات ما يعني تكاد تكون شامله على البطولات العربيه، واحنا يعني متجهين للفرص اللي تتناسب مؤهلات الاماكن اللي يستحقها الفريق. لا بس تحديدا يا كابتن نصر، هو ده السؤال بدون ذكر اسماء زي ما انت قلت، يعني بس تحديدا في صفقه رضا سليم، هل طلبتوا من النادي الاهلي مثلا دخول بعض اللاعبين من النادي الاهلي في صفقه تبادليه في هذه الصفقه، ولا ما كانش مهتم؟ لا صراحه ليس لي علم، ليس لي علم، ولو كانت الامور يعني نحو متجهه نحو الكلام هذا كنت ابلغت بالامر. صراحه ليس لي علم بالمعلومه هذه. طيب، عايز اسالك اخيرا عن مواطنك التونسي اللي بنقول عليه تونسي مصري دلوقتي،
واسم كبير في الكرة القدم المصرية علي معلول، رأيك فيما يقدمه مع النادي الأهلي وفي الدوري المصري؟ أول شيء يعني ضمن أكبر شرف يعني قدمه، أكبر تمثيل نقول للاعبين التونسيين، هو شرفنا وسعدنا جدا نجاح نبيل معلول يعني. علي معلول. علي معلول أيضا بصراحة يعني يعني الأهلي علي اللي قدمه مع الأهلي وإن شاء الله يواصل يقدمه، ما يمكن إلا يسعدنا ويشرفنا إحنا كرياضيين تونسيين. يا ريت لو كل لاعبين تونسيين اللي تكون عندهم الفرصة باش يلعبوا في فرق كبيرة مثل الأهلي يكونوا في مستوى العطاء اللي أعطاه نبيل معلول. كابتن علي معلول، كابتن نصر الدين النابي المدير الفني لفريق الجيش الملكي المغربي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهامة جدا.